نحن وصلنا للتخلص من هذه المشكلة اللي ما أحبينا ما يعرف الوزراء تقدر هذه المعوقات ولم نشهد أنها طبعا بفضل السيد القائد هي التعامل مع هذه المشكلة كلام إلى مدير المص أن يتقدم ما هي النقاط التي يريدها And the preferred solution would have would be to have a process in place. Civilians and contractors can report explosive hazards. I believe that is something. Rubble and debris in the old city of Mosul. أمس priority. هي تكون المسؤولية الأساسية هي مسؤولية الحكومة من يكون المسؤول يكون هذا اللي يتم تغييره. All the years inspections and signing over 5,000 here. في مكان ما أحد المواقع الأساسيون مجتمعنا الجامعة الصديق. تم عقد اجتماع في مقر محافظة نينوى من أجل بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية مثل وزارات الدفاع والداخلية من أجل تيسير وتسهيل كافة المعوقات والمعرقلات التي تواجه أعمال شؤون الألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة في محافظة نينوى بشكل عام. وبشكل خاص تم الاتفاق ووضع خارطة طريق وخطة عمل بنفس الوقت من أجل وضع الأولويات المناسبة لإزالة العبوات الناسفة بالسرعة الممكنة من محافظة نينوى. ما هو الدور الذي تقوم به كل من وزارة الدفاع والداخلية المنظمات المعنية بالأمور المساعدة؟ نحن الآن في عقد مؤتمر الغاية منه هو تسهيل عمل المنظمات والمؤسسات العسكرية الهندسة العسكرية والمفارز المتفجرات برفع ما تبقى من المخلفات الحربية في مدينة الموصل وإن شاء الله راح يستمرون بعملهم ويزيلون المتبقى. تم تشكيل فريق مشترك مع كل من مديرية الهندسة العسكرية ودائرة شؤون الألغام ومديرية الدفاع المدني والأخوة مشكورين تم استقبالنا في قيادة عمليات نينوى من أجل التباحث في عمليات إزالة الألغام والعبوات الناسفة من المناطق الملوثة لهذا التلوث الكبير. أيضا كان برفقة الفريق الحاضر مدير منظمة الإنمص التابعة للأمم المتحدة والأعمال المتعلقة بالألغام. الهدف من الاجتماع هو توحيد الجهود من أجل إزالة هذا التلوث بالإضافة إلى معالجة المعوقات التي تظهر بين الحين والآخر. يا أخوة تدريبك الخطأ